شكرا جزيلا لتتبع ديالكم اطوار المؤتمر السابع لحزب تجمع الوطن الاحرار. هذا المؤتمر اللي جا في واحد الظرفيه استثنائيه وواحد دار عن طريق عن بعد. بالنسبه لنا احنا كلمه ديال السيد الرئيس حزب تجمع الوطن الاحرار اللي كانت خلت واحد الاثر ايجابي وصدى طيب لدى الحاضرين ولدى مناضلي ومناضلات الحزب بالجهه. هذه الكلمه اللي جات فيها مسار التنميه اللي عطات واحد الامل لان كما كتعرفوا الحزب التجمع عطانا واحد الوعود عطى التزامات مع الساكنه والحمد لله بان هذه الوعود والالتزامات خصها تخرج حيز الوجود. 100 يوم ديال الحكومه ابانت ان هذا السيد الرئيس قد المسؤوليه خرج مجموعه من الاوراش مهمه اللي خلات واحد المشاريع او برامج اللي تنزلت في هذه 100 يوم مثل برنامج اوراش او فرصه اللي عطات واحد الامل للشباب ديال المغربي. احنا في بداية ديال المؤتمر كان نقاش مسؤول وجاد بالنسبة للمناضلين مجموعة في اللجان والحمد لله الجميع كيجد الثقة في السي عز أخنوش لأن السيد الرئيس عنده الكلمة، رئيس معقول وأي حاجة وعد بها كيلتزم بها وكيلح على جميع المنتخبي ومنتخبي بعد بالخصوص ديال جهات فاس مكناس أن يكونوا دائما قد المسؤولية ويتبعوا جميع الأشياء ولا المسائل اللي كتهم المواطن المغربي. كاين منظمات الموازية الأخرى، إذا كان شي تغيير يجب أن يراعي المنظمات الموازية الأخرى خاصة المنظمة ديال المنتخبين. كنعرفوا أن زعما المنتخبين الدور ديالهم في العملية السياسية ككل، وبالتالي لا يمكن أن نكتفي بالرئيس الوطني فقط، ويجب وأعتقد أنه يجب إضافة 12 ممثل عن كل جهة. نحن اليوم بصدد أشغال مؤتمر السابع للحزب اللي كان هذه مدة وحنا تنوجدوا له بالمؤتمرات الإقليمية على مستوى الجهات 12، وتم افتتاح الأشغال على الساعة الخامسة وقدم الرئيس كلمة حيث أعطى الحصيلة ديال الحزب خلال السنوات الخمس الماضية، وذكر أننا كحزب باقون على العهد ومن مسار الثقة اللي دار فينا المواطن المغربي نتوجه نحو مسار التنمية اللي هو الهدف ديالنا، هو التنمية ديال البلاد والاشتغال على هذه التنمية بتنزيل الأوراش والبرامج اللي جات في البرنامج الحكومي. وشكراً.